والآن متابعينا ببدأ معكم تطبيق الشوربة الصحية اللي تنفع للدايت، للحمية، للكيتو، لكبار السن، للي فيهم سكر، للي ما فيهم شيء بس بيحافظون على صحتهم على وزنهم على كل شيء. بالمرة الشوربة صحية ومغذية ومشبعة بنفس الوقت، ما شاء الله. مكوناتها هنا جزر قطعته، شوفوا صغير، مربعات صغيرة. هنا كوسة نفس الشيء قطعتها مربعات صغيرة. هنا بطاطس، لا تقولوا البطاطس يسمن، البطاطس والرز ما يسمن، اللي يسمن هي الكميات اللي ناكله. لو حنا نحدد كميات الأكل كان ما سمنا ولا شيء، لو ناكل الرز الصبح وبالليل، لكن حددوا الكميات خواتي، مو بتعبون لكم صح لأن هذا كبره وتاكلونه وتقولون إن الرز يسمن. الرز والبطاطس ما يسمنن، اللي يسمن هو الكميات اللي ناكله. الله يحفظنا وإياكم. هذا بطاطس زي ما قلت لكم، هذه بازلة خضراء. شوفان بدل الطحين اللي يحطونه بالشوربة البيضاء، أبحط شوفان ونص كاس حليب قليل الدسم، حليب عادي قليل الدسم. وهذه هي البهارات، شوفوا هنا بهارات بيضاء، هذه بهارات بيضاء، ثوم بودرة، فلفل أبيض بديل الماجي اللي متجر ماما سارة أبيض، وملح عضوي. هذه هي البهارات كلها بيضاء عشان ما تغير لون الشوربة. والآن ببدأ معكم طبعا شوي زيت زيتون، شوي بس اللي حمس الخضار فقط. وببدأ معكم الآن، بسم الله بسم الله. نبدأ بتطبيق الشوربة. أحط هنا زي ما قلت لكم شوي زيت زيتون بس اللي حمس، لا إله إلا الله، الخضار شوفوا ها ما يكاد يذكر، شيء خفيف. شفتوا؟ أحط الجزر. أحط الكوسة. يعني تقدرون تسوون كمية خواتي تحطونه بالثلاجة، تاخذون كل شوي منه شوي. أحط بطاطس بس ما أكثر، وأحط البازلة. طبعا أنتم تقدرون تحطون اللي تبون، تشيلون اللي ما تبون، تقدرون تضيفون لا إله إلا الله بروكلي، تضيفون فاصوليا، تضيفون اللي أنتم ترغبون، الخضار اللي أنتم تحبون، لا تلتزمون بي أنا. لكن كل اللي حطيت أنا خضار مفيدة ما شاء الله ومغذية ومشبعة. أحمس الآن لين تذبل شوي بعدين أكمل معكم بحول الله. هنا حمست الخضار شوي لين ذبل، الحين أحط عليها البهارات. شفتي البهارات اللي قلت لكم عليها؟ أحط الشوفان. يا كويكر يا هنا اللي عندكم متوفر، احط تقريبا 4 ملاعق. بسم الله وحده. ان الشوربه البيضاء منول نحط عليه دقيق، والدقيق نعرف انه يسمى الدقيق الابيض، ونحط عليه كريمه الطبخ. برضه كريمه الطبخ فيها زيوت وفيها كل شيء. الحين بنحط بدال الطحين نحط شوفان، وبدال كريمه الطبخ نحط حليب قليل الدسم، حليب عادي قليل الدسم. شفتوه؟ حطيت بهارات، حطيت الشوفان، الحين اقلبهن شوي بعدين اصب عليها الماء واخليه يغلي يطبخ لين يستوي. تشوفون الشوربه صارت ثقيله خلاص. نصب عليها نص كاس الحليب وما شاء الله تبارك الله، تمتعوا. حطوا بالثلاجه وخذوا منها قدر حاجتكم اللي انتم تبون وتفضلون. اعطينا المويه. المويه ما تصير حاره مره عشان ما يتعقد الشوفان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا الغلايه ام لتر، الغلايه ام لتر نحطها كلها، او على حسب كميه خضاركم. انا كميه خضاري راهيه. يلا كبي 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 كله، بس خلاص. غلايه ام لتر شفتوا، اعلي عليها النار وخليها لين اشوفها تغلي بعدين اقصر عليها. الحين النار خلوها عاليه بالمره. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الشوربه بدات تغلي،
اذا بدت تغلي خلاص اقصر عليه واخليه لين تثقل ويستوي الخضار، بعدين خلاص تصير جاهزه ما شاء الله تبارك الله. شفتوا شلون صارت ثقيله؟ خليها الان لين تستوي الخضار، اقصر عليها واغطيها تقريبا من 10 دقائق الى 12 دقيقه فقط. شفتوا ما شاء الله تبارك الله الشوربه شلون ثقلت. الحين بحط عليها نص كاس الحليب قليل الدسم، يزيد بياض ويزيد فايده، واغطيها الحين تقريبا 5 دقائق وخلاص. خلونا نشوف الشوربه ما شاء الله تبارك الله. شفتوا ما شاء الله صارت جاهزه الان، شوفوا شلون، اوريكم القوام وشلون. شفتوا شلون قوامه؟ شفتوا شلون ثقلت؟ شفتوا البياض والطعم؟ ما شاء الله تبارك الله ما احكي لكم، بالمره خرافي. زي ما قلت لكم الشوربه مفيده ومغذيه ومشبعه، لو ما تشربين الا هي الحاله ما شاء الله كفت. خلاص الحين اسكر عليها على بال ما اشوي لكم صدور الدجاج. شفتوا شلون تبقبق؟ شفتوا شلون ثقلت؟ ما تصلح تصير خفيفه ابدا، كذا قوابل من المره ممتاز.